خلينا نفهم يعني ايه الاكتئاب المبتسم وايه هي اعراضه من دكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي. صباح الخير على حضرتك يا دكتور وليد. استاذ باسم واستاذ يارا صباحكم يا رب دايما جميل. اهلا بحضرتك دكتور وليد، دايما بتدي ابتسامه جميله وبتدي طاقه ايجابيه دايما يا دكتور، ودايما سعداء بوجود حضرتك معنا. بس العرض المعلوماتي اللي احنا شفناه ده ممكن يكون مقلق شويه، لان التفاصيل اللي فيه تخلي اي حد يشك ان هو ممكن يكون مريض او مصاب بالاكتئاب المبتسم، لانه يعني بنتكلم على قلق في النوم، عدم كفايه في ساعات النوم، بنتكلم على فقدان للشهيه او تناول اكل بزياده، بنتكلم على بعض الاضطرابات ربما في القولون العصبي، في الضغط وغيره، يعني حاجات بتبقى منتشرة بشكل كبير. إزاي أقدر أحدد إذا كنت مصاب بهذه الأعراض ولا لا؟ هو المصريين والعرب بصفة عامة بيميلوا لجسدنت المرض النفسي، يعني بيلاقوا في الجسم متنفس لإظهار المشاكل النفسية اللي عندهم. بالمناسبة الرقم اللي حضرتكم قلتوه في المقدمة، 264 مليون مكتئب على مستوى العالم، 24% من سكان العالم عندهم اضطرابات نفسية. المرض النفسي الأول السنة دي هو مرض الاكتئاب، وبحلول سنة 2030 منظمة الصحة العالمية قالت إن الاكتئاب هيكون المرض الأول في العالم، يعني لا الضغط ولا القلب ولا السكر ولا الروماتويد، إنما الاكتئاب. الاكتئاب في البيئة العربية بياخد أشكال جسدية زي ما حضرتك قلت، ولكن مش هي بس اللي تقول لي إن عنده اكتئاب. يعني أي حد بيسمعنا عنده صداع مزمن، عنده تلبك معوي متكرر، عنده تيبس في العضلات، تململ في الساقين، بعض المشاكل الجسدية دي مش لوحدها تقول ان هو عنده اكتئاب، لازم يصاحبها اعراض نفسية تانية. لو هو عنده الاكتئاب المبتسم تحديدا، بنلاقيه طول الوقت بيجاهد ان يعمل قمع للمشاعر بتاعته، مش عاوز حد يعرف انه مكتئب، طول الوقت بيجاهد انه يرسم الابتسامة وهو مش حاسس بيها. لازم يكون جنب الأعراض دي عنده فقدان للشغف، يعني ممكن يعمل الحاجة على أكمل ما يكون إنما مش عاملها باستمتاع، مش عاملها بأريحية. بلس إن إحنا دايما بنلاقيه بيختلق الأعذار علشان ينسحب اجتماعيا من المواقف، ودايما تلاقيه فلسفي في الكلام بتاعه، يعني يجي يقول لك أنا طالما الريموت معايا والموبايل والتكييف شغال مش عاوز أطلع من الأوضة، ده من علامات النضج. لا، هي مش من علامات النضج، هي من علامات الاكتئاب، إنما بيفلسف أسلوب الطرح في الكلام. فالفلسفة الزيادة يديك مؤشر إن هو عنده الاكتئاب المبتسم. طيب دكتور وليد، لو تسمح لي، هو الشخص بيكون متعمد إنه يخفي إن هو عنده المشاعر دي أو الاكتئاب ده، ولا ده بيحصل بدون قصد منه؟ هو في بعض الأشخاص دايما عندهم قدرة على الكبت وعلى القمع للمشاعر بتاعتهم بصورة لا إرادية، ويضاف لكده كمان بيكون عندهم حاجة اسمها الإنكار. الإنكار إن هو ينكر المرض بتاعه وينكر إن هو عنده اكتئاب، يقولك أنا بضحك وأنا كويس وأنا بلبس وأنا بتبرفن، ومن كتر الإنكار اللي جواه هو ذات نفسه مش بيصدق إن عنده اكتئاب. طب يعني والفرق بينه دكتور، الفرق بينه وبين الملل من الروتين اللي بيحصل لنا كلنا، الفرق بينه وبين الحالات اللي بتجينا كل فترات وبعدين يعني بتروح لحالها، هل ده يصنف هو كمان اكتئاب مبتسم؟ هو خلينا نتفق ان في فرق بين الملل وبين الكآبة وبين الحزن وبين الشعور باليأس وبين قرب ما بعد الأزمة. احنا بنشاور على الأعراض، انما المعيار في التشخيص هو ان احنا بنطبق عليه مقاييس ذهان الهوس الاكتئابي. الملل تحديدا بيخليك عندك شعور بالرتابة، ما عندكش قدرة على الابتكار، بتلاقي صعوبة وانت بتؤدي مهام العمل، انما ما بيعملكيش مثلا اضطرابات في الشهية. طيب دكتور وليد، عايزين نروح مع حضرتك سريعا للتشخيص والعلاج، ازاي ده بيحصل؟ احنا بنشوف الحالات دي او الاعراض دي لو هي موجودة على حد ومنلاقيه بيجاهد يخفي مشاعره ودائم الابتسامة على الرغم من مشاعر الحزن واليأس والإحباط وفقدان الأمل اللي بيعتريه، بنشخص ده، بيتعمل له فحص جسدي وفحص سريري علشان نستبعد وجود أي متغيرات مبنية على مشاكل صحية أو اضطرابات غدة درقية، وبنحط له بعد كده هو البلان بتاع العلاج وفق الدرجة اللي بيحصل عليها في الاكتئاب المبتسم. وبنشوف بقى طبيعة الأكل اللي بياكله، يعني لو عنده نقص في بعض الفيتامينات، في دكاترة التغذية بيكتبوا له فيتامين ب وفيتامين د على سبيل المثال، التعرض للضوء، ممارسة بعض الأنشطة، إنه يلعب رياضة، إنه ينصهر اجتماعيا مع الناس، إن يبقى عنده قدرة على التواصل الإنساني والتنفيس الانفعالي مع الآخرين، ونخليه نحط في التدريب السلوكي حتة مهمة، ما حسسوش إن هو عبء على الآخرين. أنت لما تتكلم مع الناس وتقول لهم مشاكلك، لا أنت عبء عليهم، لا ده بينال منك
ولا بيخليك تظهر ضعيف قدام النوم، بل بالعكس ده بيعينك على السوشيال سبورت والدعم الاجتماعي. صحيح. علشان يقوي عندك قدر كبير من الصلابه النفسيه. صحيح دكتور، احنا بنشكرك على كل التفاصيل دي وعلى البهجه دايما اللي بتضيفها لينا بمداخلتك او بوجودك معانا في الاستوديو. دكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي.